تيتي السينما المصرية هكذا لقبتها السينما بسبب ملامحها الفرعونية الجميلة النجمة سوسن بدر. استطاعت سوسن بدر أن تنقش حروف اسمها بين نجمات جيلها ليصبح اسم مميز له قوته في الوسط الفني. اسمها الحقيقي سوزان أحمد بدر الدين أبو طالب، ولدت بالقاهرة في إبريل عام 1957. انتسبت لكلية العلوم وسرعان ما تركتها والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية بسبب عشقها للفن وتخرجت منه عام 1979. سوسن بدر ابنة النجمة الراحلة أمال سالم، والتي عرفها الجمهور بدور مميز ترك بصمة كبيرة وهو دور خالة أمونة في المسرحية الأشهر ريا وسكينة. شجعت النجمة أمال سالم ابنتها سوسن بدخول عالم التمثيل لعشق ابنتها لهذا الفن ولرغبتها في أن تحقق كل أحلام والدتها في هذا المجال التي لم تستطع أن تحقق القدر الكافي منه كما تمنت. رحلت أمال سالم عن عالمنا عام 2010 وتركت إرثا فنيا تجاوز 43 عملا، آخرها كان عام 1990 قبل أن تعتزل وتترك الساحة لابنتها سوسن التي تشبهها بشكل كبير. بدأت سوسن بدر مشوارها الفني وهي طالبة بالمعهد عام 1976، حيث شاركت بأدوار صغيرة في عدد من الأعمال منها رجل اسمه عباس. في المسلسلات بدأت بعلى هامش السيرة وأحلام الفتى الطائر وهي والمستحيل وصرخة بريء. البطولة الثانية والظهور القوي لها مرة أخرى جاء بعد أن رشحها الفنان نور الشريف للمخرج الراحل حسين كمال للاشتراك في فيلم حبيبي دائما عام 1980. قدمت فيه دور متميز أظهرت خلاله امتلاكها الموهبة فنية حقيقية، مما أدى إلى تلقيها العديد من العروض لأعمال سينمائية وتلفزيونية وإشادة الجمهور بها. شاركت سوسن بدر في بداية حياتها كموديل من خلال فيديو كليب للنجمة ديانا حداد والتي كان يحمل اسم يام مايا والذي شارك فيه عدد كبير من النجوم ومن ضمنهم النجمة سوسن بدر. لقبت سوسن بدر بنفرتيتي السينما المصرية بسبب ملامحها المصرية. جدير بالذكر أن المخرج شادي عبد السلام رشح لها لأداء دور الملكة نفرتيتي في فيلمه إخناتون مأساة البيت الكبير، لكنه لم يخرج للنور بسبب وفاة عبد السلام عام 1986. ارتدت سوسن الحجاب بعد الزلزال العنيف الذي تعرضت له مصر في 12 أكتوبر 92 لمدة عامين، ثم خلعت الحجاب وعادت للفن مرة أخرى. كشفت النجمة سوسن بدر من قبل أثناء لقائها بالإعلامية وفاء الكيلاني خلال برنامج المتاهة أنها تزوجت 7 مرات ولا يوجد مانع من الزواج للمرة الثامنة. الزيجة الأولى لسوسن بدر كانت هي طالبة بمعهد الفنون المسرحية وكانت من أستاذها أسامة أبو طالب.
ودام زواجهما 5 سنوات وأنجبت خلالها ابنتها الوحيدة ياسمين، ثم انفصل بسبب انشغالها في العمل وفقا لتصريحات لها من قبل. ثم تزوجت من طبيب شهير ودام الزواج 4 سنوات، ثم انفصلت تتزوج للمرة الثالثة من رجل أعمال مقيم في الخارج، ولم يدم الزواج أكثر من 4 أشهر فقط بسبب وفاته. كانت الزيجة الرابعة لها من السيناريست محسن زايد عام 2001، ثم تزوجت من المخرج باسم محفوظ نجل المؤلف محفوظ عبد الرحمن. الزيجة الثالثة لسوسن بدري كانت من فريد المرشدي ابن المنتجة ناهد فريد شوقي وحفيد فريد شوقي. رغم أنه كان يصغرها في العمر بما يقارب 20 عاما، واستمر الزواج 4 سنوات حتى حدث الانفصال. وعن زواجها من فريد المرشدي صرحت سوسن بدر بأن فارق العمر ليس مانعا، وقالت الزواج علاقة خاصة وفيها الكثير من التفاهمات. تزوجت المرة السابعة من الشاعر سامح العالي التي يصغرها بحوالي 10 أعوام، حيث تعرف على بعضهما أثناء عرض مسرحية لها. كتب هو كلمات أغانيها لكن لم يستمر زواجهما سوى 6 أشهر فقط. عن انفصالها أكثر من مرة قالت سوسن بدر من قبل، القيود في الزواج هو الطريق الوحيد للطلاق، كان هذا سبب طلاقي لعدد من الزيجات التي مررت بها. شهرتها الحقيقية ومعرفة الجمهور بها جاءت عام 1980 من خلال تقديمها لبطولة الفيلم البريطاني المصري موت أميرة. ما كان سببا في وضع سوسن على لوائح الممنوعين من دخول السعودية ومن الظهور في التلفزيون المصري. خسرت بسبب تلك الأزمة أدوارا كثيرة ما أكسبها شعبية خاصة، لكنها اضطرت أن تغير اسمها الفني بدلا من اسمها الأصلي سوسن بدر الدين إلى سوسن بدر. ارتدت سوسن الحجاب بعد الزلزال العنيف الذي تعرضت له مصر في 12 أكتوبر 92 عندما اكتشفت أنها لا تعرف الكثير لا عن الدين الإسلامي، لكن دخولها أكثر في الدين جعلها تقتنع بمبدأ أن التغيير في السلوكيات أهم من التغيير في الشكل والمظهر، فخلعت الحجاب. لكن لم يكن هذا هو السبب الوحيد في خلعها للحجاب، وإنما رغبتها الشخصية أيضا، خاصة بعد أن وجدت أنها غير قادرة على ارتداء الحجاب. تم اتهام ابنتها ياسمين عام 96 في القضية المعروفة إعلاميا بعبدة الشيطان، كانت تبلغ وقتها 16 عاما في بداية انتشار هذه الظاهرة. لدى سوسن بدر ابنة واحدة وهي الأخت، تعمل بمجال التمثيل من الممثلة الشابة ياسمين أسامة أبو طالب التي تفضل البقاء بعيدا عن أذواق الإعلام. ياسمين ورثت عن أمها جمالها المصري.
صرحت سوسن أن نقطة خلافها الوحيدة مع ابنتها ياسمين هي أن الثانية تضرب أولادها، الأمر الذي ترفضه سوسن بدر.